إلكترونية. نؤكد على المتقدمين التأكد من دقة وصحة المعلومات، كون أن أي معلومة خاطئة سوف تعرضك للمساءلة القانونية وتحرمك من الحصول على الإعانة الاجتماعية. الضغط على موافق. نختار أولا نوع الهوية، واللي عندنا ثلاث أنواع من الهوية، اللي هي البطاقة الوطنية، هوية الأحوال المدنية، والإقامة لغير العراقيين. في حالة اختيار هوية الأحوال المدنية، يتم تثبيت رقم هوية الأحوال المدنية بالإضافة إلى السجل ورقم الصحيفة. بالنسبة لرقم البطاقة الوطنية، لازم يكون عندنا رقم البطاقة الوطنية متكون من 12 مرتبة. أما بخصوص رقم هوية الأحوال المدنية فتكون 8 مراتب، والإقامة لغير العراقيين 11 مرتبة. بعد تثبيت رقم الهوية يتم تثبيت الاسم الأول لرب الأسرة. واسم الأب. واسم الجد. اسم الأم. واسم أب الأم. ومن ثم تحديد جنس المتقدم وتاريخ الولادة. وبعدها محل الولادة اللي هي محافظة الولادة، ومن ثم الحالة الزوجية، أرمن أو أعزب، متزوج، مطلق. ومن ثم رقم المركز التمويني اللي يتكون من 3 مراتب، ورقم البطاقة التموينية اللي يتكون من 7 مراتب. وفي حال كون الرقم 6 مراتب يتم تعويض المرتبة الأولى 0، وهذا طبعا ينطبق على رقم هوية الأحوال المدنية وينطبق على رقم المركز التمويني. وبعدها يتم تحديد فئة الشمول المراد التقديم عليها. عندنا فئات الشمول طبعا العاجز، ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أرملة، مطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، اليتيم، أسرة النزيل أو المودع، المستفيدين من في دور الدولة اللوائية، الأحداث المحكومين، الطالب المتزوج، الأسرة معدومة الدخل. ومن ثم التحصيل العلمي. عندنا التحصيل العلمي طبعا دون سن المدرسة، وتبدي من الأمي لغاية الدكتوراة، ومستمر إذا كان مستمر بالدراسة. نقول هنا إعدادية مثلا. بعدها يتم تثبيت عنوان السكن اللي يبدي عندنا من المحافظة، ثم القضاء، تحديد القضاء الخاص بك والناحية، واللجنة الفرعية. إذا أكو أكثر من لجنة فرعية على القضاء، تختار اللجنة الفرعية الأقرب إليك. ومن ثم اسم الحي أو القرية. إذا متوفر رقم المحلة وزقاق الدار يتم تثبيتها. ورقم هاتف صحيح. إذا أكو أكثر من رقم هاتف ممكن أنه يعني أضيف أكثر من رقم. وأقرب نقطة دالة. بعد أن كملنا البيانات كلها هذه من كإدخال، نضغط على الاختيار التالي لغرض استكمال بيانات أفراد الأسرة إن وجدوا. طبعا احنا هنا اختارينا الطلب متزوج، فعلى أقل تقدير لازم نملي بيانات الزوجة
نفس الحالة هماتنا ممكن أنه أختار رقم البطاقة الوطنية أو رقم هوية الأحوال المدنية أو الإقامة لغير العراقيين. نحدد الصلة، هنا راح نختار زوجة. يتم ادخال طبعا الاسم الاول، اسم الاب، اسم الجد، واسم ام الزوجه. حدد الجنس وتاريخ التولد. ومحافظة الولادة. ثم نضغط على الاختيار إضافة فرد. راح تظهر عندنا الأفراد اللي نضيفهم، تظهر عندنا على شكل قائمة. في حال إدخال أحد الأفراد، يعني دخلت عندنا بيانات خطأ، ممكن أنه نحذف هذا الفرد ونعيد إدخاله بصورة صحيحة. ويتم إضافة كل الأفراد، يعني ممكن أضيف الأبناء إن وجدوا بالتسلسل، يعني قيد بعد قيد. بعد اكمال عملية الادخال نضغط على طباعة الطلب. هتظهر عندنا استمارة التسجيل مثل ما نشوف، ممكن طباعتها من خلال اختيار طباعة